بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا عن إدارة المنشآت الفندقية. المبحث الأول السمات الأساسية للصناعة الفندقية، المبحث الثاني الإدارة في الفندق، المبحث الثالث التنظيم الداخلي للفندق، المبحث الرابع تسويق الخدمة الفندقية. المبحث الأول السمات الأساسية للصناعة الفندقية، من حيث أهمية الصناعة الفندقية، متطلبات النجاح في الصناعة الفندقية، العنصر البشري في الصناعة الفندقية. أهمية الصناعة الفندقية، تعتبر منظمات سياحية ومنظمات الضيافة كالفنادق والأوتيلات والقرى السياحية وغيرها من العوامل الأساسية لإزدهار الاقتصاد القومي، وذلك نتيجة للأموال التي تضخها والعمالة التي تستوعبها والمناطق التي تنميها. ثانيا، متطلبات النجاح في الصناعة الفندقية، يمكن التعرف على متطلبات النجاح في الصناعة الفندقية من خلال استعراض اهتمامات الرواد الأوائل في هذه الصناعة على النحو التالي: الاهتمام الأول بكمال العمل والخدمة من خلال التنبؤ بحاجات الضيوف وإشباعها ثم تدريب صاحب العمل للعاملين. الاهتمام الثاني كان بيركز على شريحة الضيوف التي يتم خدمتها، وبالإضافة إلى الاهتمام برقابة المأكولات والمشروبات. الاهتمام الثالث كان لصاحب سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة والمنتشرة في جميع أرجاء العالم، وقد اشتهر بقدراته التنظيمية الفائقة، حيث دار الفنادق بطريقة مركزية كنشاط الحجز والمحاسبة والمشتريات، ولا مركزية مع الاحتفاظ لكل فندق بشخصيته وطابعه المميز. الاهتمام الرابع كان لصاحب سلسلة فنادق ماريوت، وتتميز أنشطة الشركة بالبحث الدقيق والتعرف على متطلبات الضيوف واستخدام الطرق المبتكرة والرقابة المباشرة. الاهتمام الخامس كان مرتبط بشركة ماكدونالدز الشهيرة لتقديم الوجبات الخفيفة، والتي تنتشر مطاعمها في جميع مدن العالم، ويرجع نجاح صاحبها إلى تطبيق المتطلبات التي يحتاجها الضيوف، وهي الجودة، الخدمة، النظافة، القيمة التي يحصل عليها الضيف مقابل الشراء. الاهتمام الخامس ارتبط بالبيتزا الإيطالية، ويرجع نجاح صاحب السلسلة إلى القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، اهتمامه بتحفيز المديرين والعاملين. يتضح مما سبق أن المعادلة الإدارية للرواد الأوائل تمثلت في العمل الجاد، التصور الجيد للمستقبل والبدء بحاجات الزائرين، تطوير المعايير والإجراءات اللازمة لإدارة عمليات وأنشطة الصناعة. ثالثا، العنصر البشري في الصناعات الفندقية. نوعية العاملين في الصناعة الفندقية، نجد إن العاملين في الفنادق بيكونوا من عدة أنواع وتخصصات ومستويات تعليمية عالية ومتوسطة وأقل من ذلك. ومن أبرز فئات العاملين في الفنادق خريج الجامعات والكليات المتخصصة في الفندقة والسياحة. لو اتكلمنا عن دور العنصر البشري في الصناعة الفندقية، نجد إنه على الرغم من إن الإدارة دور رئيسي في تحسين وتطوير العلاقة مع الزائرين، إلا إن العاملين الذين يقدمون الخدمة مباشرة للضيوف لهم دور كبير في بناء سمعة جيدة للفندق. فالحفاظ على بناء سمعة جيدة للفندق مسؤولية مشتركة بين الإدارة والعاملين، وهذا يتطلب اكتساب مهارات محددة لكليهما. تتمثل تلك المهارات مهارة الاتصال، حيث يركز الاتجاه العالمي على تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الضيوف، وهذا ما يوضح ويبرر الزيادات في ميزانيات التدريب على العلاقات مع الضيوف. فالقدرة على التعامل مع الناس من الأدوات التي تمكن العاملين بالفندق من أداء وظائفهم بكفاءة نظرا للتنافس الشديد بين شركات الفنادق. كما يجب أن يكون لدى موظفي الخدمة معرفة بأصول ومبادئ الاتصال مع الضيوف والقدرة على التصرف السريع لمواجهة أي مشكلة. إضافة لذلك، هناك مجموعة أخرى من المهارات تتمثل في حسن اختيار العاملين وتدريبهم، المراجعة المستمرة لأداء العاملين، تطوير الخدمة بما يحقق رضا الزائرين،
تقديم الخدمة على الأسرة السلمية من حيث تخطيطها أو تقديمها. وبالتالي فإن هناك 3 مهارات لابد من اكتسابها، وإن اختلفت درجة تركيزها على حسب المستوى الإداري، وهي المهارة الفنية، وتشير إلى قدرة الفرد على أداء الأنشطة المرتبطة بوظيفته بكفاءة مثل المهارة المطلوبة لوظيفة خدمة الغرف أو الطعام. المهارة الإنسانية بتشير إلى قدرة الفرد على التعامل الفعال مع الناس، وهذه المهارة تمثل نص الوظيفة بصرف النظر عن المستوى الإداري. المهارة الفكرية تلعب دور فعال في نجاح المدير، وتتمثل في قدرة المدير على التصور لفندقه في الأجل الطويل، والقدرة على تطوير الخدمات، والقدرة على إعداد وصيغة الأهداف والاستراتيجيات، والقدرة على مواجهة المشاكل واتخاذ القرار. يوضح الشكل التالي الأهمية النسبية للمهارات المطلوبة حسب المستوى الإداري. نجد إن المبحث الثاني بيتكلم عن الإدارة في الفندق، من حيث تعريف الفندق وأساليب الإدارة الفندقية وكيفية صياغة أهداف الفندق. بنعرف الفندق بأنه مبنى مجهز ومعد لاستقبال الضيوف ولإقامة النزلاء، بحيث يوجد فيه النزيل الراحة ثانيا أساليب الإدارة الفندقية. عندنا 3 أساليب للإدارة الفندقية. الأسلوب الأمريكي، فده ظهر منذ بداية الـ50ات في الولايات المتحدة الأمريكية، نحو استئجار الإدارة المحترفة في الصناعة الفندقية، وساعد على ظهوره اتساع الرقعة الجغرافية، فخامة عدد الفنادق، كبر حجم حركة السفر داخليا. كما تميز الأسلوب الأمريكي بالاستعانة باكتشافات علم الإدارة أولا بأول، سواء من الناحية التسويقية أو التمويلية أو الإنتاجية أو الموارد البشرية، وتطوير مهارات العاملين. تكونت مقومات هذا الأسلوب نتيجة فلسفة شركات الفنادق الأمريكية، ألو على ثبات استراتيجياتها بالإضافة إلى تخصصها في إدارة الفنادق فقط دون التملك، خصوصا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتشار مفهوم فنادق السلسلة. الأسلوب الثاني الأسلوب السويسري، فساد هذا الأسلوب جميع أنحاء العالم كنمط يعتمد على الإدارة العائلية، وده كان في فترة ما قبل الـ30ات ومع بداية الـ50ات. ظهرت فنادق السلسلة وإدارتها المتميزة، وقد أدى ظهور فنادق السلسلة تطور نمط إدارة الفنادق من النمط السويسري التقليدي إلى النمط الحديث، والذي يعتمد على تطبيق مبادئ ومفاهيم علم الإدارة في إدارة وتشغيل الفنادق. الأسلوب الثالث الأسلوب الفرنسي، بيتميز هذا الأسلوب بأنه حديث العهد في الأخذ بعلوم الإدارة، حيث تم ذلك مع بداية الـ70ات منذ أن دخلت الشركات الفرنسية مجال إدارة السلسلة. ويرجع تأخر أخذ هذا الأسلوب لعلوم الإدارة لتأخر دخول شركات الفنادق الفرنسية في إدارة فنادق السلسلة، وتركيزها على نمط الإدارة السويسرية الذي يصلح للفنادق صغيرة الحجم، حيث تسود الإدارة المالكة. أخذ الأسلوب الفرنسي عن النمط الأمريكي سياساته في مختلف الوظائف الإدارية، وقد أدى هذا المزيج إلى خروج نمط فرنسي مختلف عن النمط الأمريكي نظرا لاختلاف ظروف وبيئة التطبيق في النمط الأمريكي عن الفرنسي، حيث حلت الحكومة الفرنسية محل اتحاد الفنادق الأمريكية في وضع قواعد وأنظمة الفنادق، ما أدى إلى تقييد حرية مدير الفندق في أسلوب إدارته ومحدودية انتشاره في الولايات المتحدة واليابان وكندا. المزايا المتحققة من استئجار شركات إدارة الفنادق تتمثل في الاستفادة من وفورات الشراء بكميات كبيرة، والحصول على نسب الخصم مما يساعد على تقليل التكلفة على مستوى الفندق، استخدام أفضل التخصصات والخبرات بالنسبة لجميع وظائف صناعة الفنادق، تحقيق أفضل وأنسب مجهودات الترويج، حيث يتم ذلك من خلال التعاقد على مستوى كبير مع أفضل الصحف والمجلات العالمية، الاستفادة من خدمة الحجز التبادلي والذي يعتمد على نظام الحجز برقيا. معايير الأهداف، الهدف في
في البداية بنعرفه بأنه نتيجة معينة في شكل كم يراد الوصول إليها في زمن محدد، وبناء على ذلك هناك معايير أساسية لابد من مراعاتها عند وضع أهداف المنظمة الفندقية، وهي يجب أن يتعلق الهدف بموضوع واحد ومحدد غير مبالغ فيه، يجب أن يصاغ الهدف بشكل كمي، يجب أن يتضمن الهدف وقت محدد للتنفيذ، يجب أن يتعلق الهدف بالنتيجة وليس بالنشاط، يجب أن يكون الهدف محفزا وأن يكون قابلا للتطبيق. لو خدنا مثال لبعض الأهداف الفندقية قصيرة الأجل، على سبيل المثال زيادة نسبة الإشغال 20% العام القادم، زيادة مبيعات الطعام بنسبة 10% العام القادم، نجد أن المعايير موجودة. الخطط التشغيلية لضمان نجاح الأهداف لابد من ترجمتها إلى خطط تشغيلية، فيترجم الهدف الواحد إلى عدة خطط تشغيلية. فإذا كان الهدف زيادة نسبة الإشغال 20% العام القادم، فإن الخطط التشغيلية تتمثل في الاتصال بأقسام العلاقات العامة في شركات السياحة، تنظيم حملة إعلانية في وقت معين، تعاون مدير التسويق مع مسؤول العلاقات العامة بالفندق لوضع عدة برامج للعلاقات مع العملاء. المبحث الثالث بيكلمنا على التنظيم الداخلي للفندق من حيث أقسام الفندق والفنادق العائمة. من أهم مكونات العملية الإدارية التي تمارسها إدارة الفندق قيامها بتنظيم أنشطة الفندق بشكل جيد والاهتمام بكل قسم من أقسام الفندق بحيث يكمل كل قسم بقية الأقسام. بيرى خبراء الفندقة إن التنظيم الجيد للفندق يكمن في إن كل عمل يؤدى على الوجه الأكمل بدون تقصير من العاملين، مع حزم الإدارة ومراقبتها لكل شيء. أولاً أقسام الفندق، فيما يلي عرض الأقسام المختلفة بالفندق: إدارة الفندق، قسم الاستقبال، قسم المطاعم، قسم الحسابات، قسم المخازن، مشتريات، مبيعات، قسم الغرف، الصيانة، قسم الخدمات الطبية والعيادة، قسم العلاقات العامة، الخدمات العامة، قسم الجراج والسيارات، قسم شؤون الأفراد، قسم الأمن والحراسة، الصحة والرياضة، أقسام القطاع الخاص والمحلات المؤجرة. هنا بيثور التساؤل، هل من الضروري تواجد جميع هذه الأقسام في كل فنادق؟ والإجابة على هذا السؤال لا، لأنه ليس من الضروري تواجد كل هذه الأقسام في كل الأنواع من الفنادق، لأن كل فندق له إمكانيات وحجم النشاط الفندقي الذي يمارسه. فيما يلي أمثلة لبعض الأقسام والدور الذي تقوم به: قسم العلاقات العامة هو المسؤول عن حماية النزلاء وتوفير الصلات الجيدة معهم وتصدي الحملات المفروضة والاتصال بالجرائد اليومية والإعلان إذا لزم الأمر. قسم الصحة والرياضة ويمثل الركن الصحي ورعاية النزلاء وحمام السباحة وملاعب التنس. قسم شؤون الأفراد والتدريب ورعاية العاملين هو القسم الذي يهتم بشؤون الأفراد من التعيين والاختبارات والأجور والمزايا العينية والمادية، كما يختص بتدريب العاملين ورفع مستوى أدائهم وتقييم كفاءتهم، ويدخل ضمن اختصاصاته أيضا رعاية العاملين وتوفير بعض الخدمات بالحفاظ على صحتهم وانتظامهم في العمل ومراقبة حسن أدائهم. ثانيا، الفنادق العائمة. بتعرف الفنادق العائمة بأنها نوع من الفنادق محدودة الحجم والسعة الفندقية، لا تزيد عدد الغرف بها عن 100 غرفة، كل غرفة بها سريرين، وغالبية هذه الفنادق العائمة تابعة لفنادق كبيرة مثل هيلتون وشيراتون أو للشركات المتخصصة في هذا النوع من الفنادق. خصائصها عادة ما تكون الفنادق العائمة مكونة من عدة طوابق قد تصل إلى 8 أو 9 طوابق، حيث يشمل كل دور على عدد من الكبائن بجانب عدد من الصالات المغطاة لخدمة العملاء. يختلف تصميم الفنادق العائمة عن تلك المستخدمة على سطح الأنهار غير العميقة اللي هي بنسميها العوامة،
وتلك المستدامة في الإبحار المستمر ما بين مدينة وأخرى. تستغرق الرحلات عدة أيام، ولذا يستمر الفندق في تقديم الوجبات والخدمات على أعلى مستوى. أمثلة لهذه الفنادق من الفنادق التي بدأت تنتشر على النيل في مصر: فندق إيزيس وزوريس والسفينة الفرعونية، وفي إنجلترا سفن الهيدروفيل دي بتسير بسرعة فائقة وتستقر في عدة موانئ سياحية. المبحث الرابع بيكلمنا على وظيفة التسويق، تسويق الخدمة الفندقية. من حيث نظم تسويق الخدمة الفندقية، الاعتبارات الخاصة في التسويق السياحي والفندقي، الاستراتيجية التسويقية في السياحة والفنادق. أولا، نظم تسويق الخدمة الفندقية، نظام المشاركة بالوقت اللي هو التايم شيرينج. هذا النظام تلجأ إليه بعض الفنادق على مستوى عدة دول أو بلاد، بحيث يجد العميل فرصة الانتقال بين أكثر من فندق ومدينة ولمدة أسبوع أو 10 أيام على الأكثر. ويشترك الفرد وأسرته في هذا النظام بدفع مبالغ مالية لمدة طويلة من العمر، تتراوح من 15 لـ40 سنة، ومن الممكن أن تتوارث فيما بعد لأسرته تحت هذا النظام من المشاركة. النظام الثاني نظام تبادل الأفواج، وهو اتفاق يتم بين عدة فنادق وشركات سياحية وشركات طيران، بحيث يتم جلب أعداد من الزوار والسياح من بلد إلى بلد آخر، وفي المقابل ترسل أفواج أخرى من هذه البلاد، وتتركز عملية التسويق في فترات الأجازات السنوية للشباب والمواطنين. نظام المسابقات الدولية، تقوم بعض المراكز بتنظيم مسابقات دولية في التزحلق على الماء في المناطق الساحلية، وخاصة تلك المناطق التي تتوفر فيها الفنادق في مستويات مختلفة، ويقبل عليها العديد من النزلاء والمشجعين والمرافقين للأطفال، ويرافقها حملات ترويجية واسعة لشركات مختلفة تعمل في نفس المجال. النظام الرابع نظام الحجز المسبق للوكيل السياحي. هذا النظام هو الأكثر شيوعا في غالبية الدول، حيث يلجأ المسافر للحجز المسبق عن طريق التعاقد مع وكيل سياحي أو شركة ترويج سياحي، يطلق عليها شركات جلب سياحي. ثانيا، اعتبارات خاصة في التسويق السياحي والفندقي. فعلى الرغم من أن مبادئ التسويق المعمول بها في القطاعات الصناعية والتجارية تنطبق على قطاع السياحة والفندقة، إلا أن الخصائص المتميزة للمنتج السياحي والفندقي تتطلب معالجة خاصة عند وضع السياسات التسويقية المتعلقة بهذه الصناعة. فيما يلي بعض الخصائص التي تنفرد بها هذه الخدمة والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على الاستراتيجيات المتعلقة بها. الخاصية الأولى تتعلق بالوقت المتاح لتقييم المنتج السياحي والفندقي، حيث يتم استهلاك المنتج السياحي والفندقي بأكمله تقريبا خلال الفترة التي يقضيها السائح في المنطقة التي يقضي فيها أجازته أو في الفندق، بالتالي فإن حكمه النهائي على مستوى المنتج يتبلور خلال الفترة المذكورة، بعكس السلع الاستهلاكية أو المعمرة التي يشتريها السائح قد تظل في حوزته لسنوات طويلة، مما يطيل من فرصة تقييم أدائه، مما يتطلب من المسؤولين ضرورة بذل كل الجهود لضمان رضا السائح. الخاصية الثانية تتعلق بمعدل الطلب على بعض السلع، حيث أن المنتج تتوفر له إمكانية التنبؤ إلى حد كبير بحجم الطلب المتوقع في المواسم التي يزيد فيها معدل الطلب على بعض السلع، مما يساعد على تخزين الكميات المناسبة. وعلى الرغم من أن موردي الخدمات السياحية يمكنهم تقدير الطلب المتوقع في فترات الذروة، إلا أنه في معظم الحالات يتعذر عليهم تخزين بعض مكونات المنتج مثل الطاقة الإيوائية في الفنادق والمطاعم، عدم إمكانية دخول أعداد كبيرة من السائحين للمقابر الفرعونية، قد يتجاوز عدد المترددين على أحد شاطئ الحد الذي يوفر الهدوء وعدم الزحام. ومن ثم فإن الأجهزة المعنية بالسياحة تقف عاجزة عن توفير الطاقة الإضافية المطلوبة لمواجهة ارتفاع الطلب خلال الفترة التي يرتفع فيها إلى أقصى معدلاته.
الخاصية الثالثة تتعلق بمدى قرب الأسواق السياحية من منطقة قضاء الأجازة أو الفندق، فإذا كانت المقدرة الإنفاقية للعميل تعتبر في معظم الأحيان الشرط الوحيد لإتمام عملية الشراء في حالة السلع الاستهلاكية، ففي مجال السياحة بالإضافة إلى المقدرة الإنفاقية للعميل لابد أن يتوفر له الوقت الكافي للقيام بالرحلة، ويظهر أثر هذا العامل في الحالات التي تبعد فيها الأسواق السياحية عن مناطق الأجازة. الخاصية الخامسة تتعلق بمدى تطبيق قانون المنفعة المتناقصة، فلا ينطبق قانون المنفعة المتناقصة في مجال السياحة، والذي يقضي بأنه كلما زاد استهلاك الفرد من سلعة ما كلما تناقصت درجة المنفعة والرضا لديه حتى يصل إلى نقطة التشبع، فيصبح استهلاك أي وحدة إضافية عملية غير مجزية. لأنه في مجال السياحة كلما أقبل السائح على السفر حقق له منفعة أكبر وزادت رغبته في القيام برحلات أخرى. الخاصية السادسة تتعلق بحجم الاستثمارات الفندقية ودور النشاط التسويقي، فتتمثل الاستثمارات الفندقية في قيمة الأرض والمباني والتجهيزات داخل الفندق، كلما ارتفعت قيمة هذه المكونات كلها أو بعضها كلما زادت التكلفة الثابتة والتي يجب تخطيها لضمان استمرارية تشغيل الفندق بنجاح. وفي هذا الصدد يرتبط النشاط التسويقي بثلاث عوامل رئيسية: الموقع المناسب، الطاقة المثلى، الدرجة العالية من التشغيل. ويتمثل دور التسويق في إعداد دراسة جدوى لاختيار أفضل المواقع وتحديد شرائح السوق المستهدفة، توفير بيانات شاملة تساعد على تشغيل الفندق على أسس اقتصادية. ثالثا، الاستراتيجية التسويقية في السياحة والفنادق. الظروف التي أدت إلى ضرورة وجود استراتيجية تسويقية في السياحة والفنادق بسبب أزمة الطاقة، النمو السريع في نشاط المنشآت السياحية والفندقية والتي امتدت أعمالها لتغطي معظم دول العالم، التنوع في المنتجات السياحية لتلبية احتياجات ورغبات شرائح متعددة من العملاء، وبالتالي هناك أهمية لوجود استراتيجية تسويقية في السياحة والفنادق. أهميتها بتتمثل في تحديد الفرص المتاحة في الأسواق المختلفة واختيار أفضلها، مقارنة أداء منتجاتها ومتابعة نشاطها لتحقيق أهدافها، التنسيق بين المركز الرئيسي لجهاز السياحة الرسمي والمكاتب الفرعية، القدرة على التفاعل مع المتغيرات في البيئة الخارجية ووضوح الرؤية بالنسبة لأهدافها. محاور الاستراتيجية التسويقية في السياحة والفنادق على المستوى العام، مستوى الصناعة ككل، بيشمل التسويق السياحي عدة اتجاهات تتعلق بالأسواق وشرائح العملاء المستهدفة، شرائح العملاء في كل سوق، أنماط السياحة التي سيتم ترويجها في كل سوق، حجم حركة السياحة المتوقعة من كل سوق أو شريحة من السوق، الصورة الذهنية اللي يجب تصويرها عند العملاء المرتقبين سواء السائحين أو منافذ التوزيع، الميزانية اللازمة لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها، برامج العمل المطلوبة يدخل فيها المباني والموارد البشرية والهيكل التنظيمي والتسويق وغيرها. على مستوى الفنادق تغطي الاستراتيجية التسويقية عدة نواحي مثل الأسواق وشرائح العملاء المستهدفة، حجم الإشغال والإيرادات المتوقعة، الصورة الذهنية للفندق وكذلك مركزه التنافسي في السوق، معامل الخدمة والسعر ومدة ملائمته للسوق، السياسة المالية تجاه وكالات السياحة وشركات الطيران، الموارد البشرية وسبل الارتقاء بمستواها، الميزانية المطلوبة لتحقيق الأهداف، برامج العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة. هناك مجموعة من العوامل واجب أخذها في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية التسويقية، تتمثل هذه العوامل في بناء الثقة مع العميل
لخلق مركز متميز للمنشأة السياحية أو الفندقية في السوق، وذلك من خلال إقناع العميل بأن منفعته الشخصية لا تقل في الأهمية بالنسبة للمنشأة عن مصلحتها نفسها. تتطلب المجموعات المختلفة من السائحين استراتيجيات تسويقية متباينة، بذل أكثر جهد لضمان رضا العميل، إعطاء الأهمية القصوى لسياسات الأفراد التي تنتهجها المؤسسات السياحية والفندقية، المداومة على تقييم أداء الاستراتيجية التسويقية لإدخال التعديلات اللازمة عليها.